بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سعداء اليوم بالاحتفال في هذا بهذا المشروع حقيقة، مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، أكبر مشروع تخزيني في العالم، يتكون من 700 ميجاوات طبعا طاقة مركزة، وحوالي تقريبا 250 طاقة كهروضوية. تكلفة المشروع تقريبا 4 مليار و400 مليون دولار. طبعا فترة الإنجاز المشروع عبارة عن 3 سنوات، وسوف يتم تدشينه على مراحل مختلفة. يساهم المشروع بخفض انبعاثات كربونية. هذا المشروع أولا مشروع رائد عالمي، أكبر مشروع في العالم من حيث الطاقة التخزينية، أكبر برج في العالم في حدود حوالي 260 متر. كذلك هذا المشروع حقيقة يرسخ العلاقات القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية الصين. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن هيئة كهرباء من دبي، أتوجه بالشكر إلى أكوا باور وإلى سيلك رود اللي يعتبرون بالنسبة لنا شركائنا استراتيجيين، ونحن فخورين بهذا المشروع، مشروع الرائد والأول عالمياً.